بسم الله الرحمن الرحيم. هبدأ دلوقتي تاني ريكورد في الميدير ريفيجن الشابتر الثالث اللي هو شابتر الانفلاميشن. شابتر الانفلاميشن لما يجي منه سؤال ريتن ممكن طبعا يجي ديفينيشن او يجي كومبير او اي جيف اكاونت. الديفينيشن اول حاجة ممكن يجي الديفينيشن بتاع الانفلاميشن نفسه، بعد كده ممكن يجي يقولك compare between the acute and the chronic inflammation. ممكن يجيبها يسيبها لك كده او ممكن يحدد لك البوينتس اللي انت تكمبير على اساسها. لو سابها كده هنقول هنكتب في ايه، لكن لو هو حدد لك البوينت خلاص هتكتب على قد البوينت اللي هو طالبها وخلاص. ممكن مثلا يقولك compare ما بين the acute وال chronic inflammation، يقولك مثلا regarding the onset الديوريشن، فهتكتب اللي هي الانست بتاعتها والديوريشن بتاعتها وخلاص. ممكن يجي يقولك regarding السب تايبس، تمام، فانت تبقى عارف ان السب تايبس ايه، تبقى عارف ان الاكيوت انفلاميشن اللي هي السابيراتيف والنون سابيراتيف، وتبقى عارف ان الكرونيك سبيسيفيك ونون سبيسيفيك، وهتكتب عن كل حاجة فيهم، تمام. يبقى هو ممكن يجي سؤال compare between الاكيوت والكرونيك انفلاميشن ويحدد لك البوينتس بتاعتها. طبعا سؤال الفاسكولار تشينجز والسيلولار تشينجز ده لو جه مثلا منه سؤال، ممكن يجي سؤال مش هيجي يقولك سمع بقى الفاسكولار والسيلولار تشينجز، لا، ممكن تيجي اسئله من النص. زي ايه مثلا؟ يجي يقولك مثلا ديفاين الهايبريميا، ماشي، تبقى عارف ان الهايبريميا ده هوت اللي هو الريدنس، نتيجة للريدنس يعني في السايت اوف الانفلاميشن، نتيجة لزيادة البلاد فلو او نتيجة لان في ايه فازو دايلاتيشن. ممكن يجي يقولك مثلا ديفاين الاكسيوديت، تبقى عارف ان الاكسيوديت ده هو الفلويد الاكيوميليتد في الاكسترا سيلولار فلويد، نتيجة طبعا للفازو دايلاتيشن وانكريز فاسكولار بيرميابيليتي. وتبقى عارف كمان ايه هي اصلا، لما يجي اقولك ديفاين الاكسيوديت مش تديفاين وتمشي، لازم تقولي ايه الفانكشنز بتاعت الاكسيوديت، تمام، لازم تقولي ايه هي الافكت بتاعت الاكسيوديت او الفانكشنز بتاعته او هو موجود ليه، تمام. ممكن يجي اصلا سؤال البنفيتس او الافكت بتاعت الاكسيوديت لوحده خالص من غير ما يجي اصلا ديفاين للاكسيوديت، تمام. طيب حقيقي والله انا متشكره قوي لبتوع سنه اولى، هم اللي بيسمعوا حتى ريكورد بتاع سنه ثالثه، حتى العيال بتوع سنه ثالثه ما عادوش يسمعوا ريكورد خلاص، فشكرا يعني، شكرا، عشان هو اصلا مش الريكورد بتاعكم وانتوا بتجبروا بخاطري، مع ان ده الريكورد بتاع مراجعتهم اللي المفروض امتحانهم كمان اقل من شهر، بس هم بقى ما فيش دم خالص، بيسمعوا مايكرو فارما وبس. خليهم نشوفهم وقت الامتحان يبقوا عاملين ازاي، انتوا هتبقوا اشطر منهم اصلا، انتوا اللي هتحلوا كويس في الامتحان بتاعكم مش هم. المهم خلاص خلصنا موضوع الاكسيوديت. لو جه الاكسيوديت ديفاين هتكتب معاه البنفيت بتاعته، لو جه البنفيت بتاع الاكسيوديت بس هتكتب بس البنفيت بتاع الاكسيوديت، تمام. طيب بالنسبه بقى للسيلولار ايفنت، ممكن يجي بس مثلا ديفاين اي حاجه فيهم، ديفاين المارجينيشن، تكتب عن المارجينيشن بس. ممكن يجي على الايه، ممكن يجي يقولك مثلا ديفاين الرولينج، ديفاين البيفمنتنج، بس صعب، بس هو ممكن يجي ماشي. لكن كي يجي سؤال ان هو يقول لي سيلولار ايفنت على بعضه مش وارد، بس برضو تبقى عارفهم هم سهلين وقصتها سهله. طبعا سؤال الكيموتاكسس ده سؤال مهم جدا جدا جدا، سواء كان ديفاين الكيموتاكسس او تقول ايه هو الكيموتاكتيك فاكتورز. يبقى السؤال لو قال لك ديفاين الكيموتاكسس هتقول ديفينيشن بتاع البروسيس نفسه مع ايه هي الكيموتاكتيك فاكتورز، تمام. لكن لو قال لك ليست الكيموتاكتيك فاكتورز هتعمل لها ليست وخلاص، تمام كده. يبقى الديفينيشن بتاع الكيموتاكسس هتقول ديفينيشن بتاع كيموتاكسس مع ايه، مع ان انت تقول الكيموتاكتيك فاكتورز هم ايه. لو كان لكن لو يجي يقول لك قولي الكيموتاكتيك فاكتورز بس هتقولها هي بس لوحدها.
طبعا ممكن يجي ديفاين الفاجوسايتوزس. لما اجي اقول لك ديفينيشن بتاع الفاجوسايتوزس مش تقول لي سطرين بتوع الديفينيشن وتمشي، تقول الديفينيشن بتاع الفاجوسايتوزس مع الستيبس بتاعتها. تمام، يبقى تقول الديفينيشن بتاع الفاجوسايتوزس مع الستيبس بتاعت الفاجوسايتوزس اللي مكتوب عندكم في الكتاب. بعد كده ايه تاني ممكن يجي؟ اللوكال ساينز والسيستميك ساينز دول يا محمود ده بتاع سنة تالتة، ده بتاع سنة تالتة يا محمود. لو عايز، لو مش عايز تسمعه ما تسمعوش، لو عايز تسمعه اسمعه، ده ريفيجن لسنة تالتة اللي عشان عندهم امتحان، بس هما ما بيسمعوش عشان هما مش مهتمين، لكن انتوا اللي مهتمين. بس المهم كلمة اللوكال ساينز اوف الانفلاميشن والسيستميك ساينز بتاعة الانفلاميشن دي مهمة في ايه بقى؟ مهمة في الكيس جدا. يعني مش هاجي اسمع لك اقول لي ايه هي اللوكال ساين او ايه هي السيستميك ساين للاكيوت انفلاميشن، لا دي هتبقى مهمة علشان خاطر الكيزس. يجي يقول لك عيان بيشتكي من، زي ما هنشوف دلوقتي في الكيس بتاعت الانفلاميشن، عيان بيشتكي من ريدنس وهوتنس، عيان بيشتكي من فيفر، يبقى دي مهمة قوي للايه؟ علشان خاطر لما تيجي الكيس في الامتحان. وطبعا السيستميك ايفكت لازم لو في سايتوكاين هو اللي عامل السيستميك ايفكت او كيميكال ميديتور هو اللي عامل السيستميك ايفكت، لازم تبقى عارف مين هو. يعني لازم تبقى عارف ان الفيفر بتاعت التيومر نيكروزس فاكتور والانترلوكين 1، تبقى عارف مثلا اللي بيعمل اميليدوز السكندري للانفلاميشن اللي هو مين، الانترلوكين 6 لما بيروح يأثر على الليفر وهكذا. لازم تبقى عارف ان اللي بيعمل ليوكوسايتوزس هو الكولوني ستيميوليتنج فاكتور. تمام، يبقى لازم تبقوا عارفين في السيستميك ساينز بتاعت الانفلاميشن كل كيميكال ميديتور بيعمل انهي ساين، علشان ممكن تتسأل عليها في الكيز. واللوكال ساين والسيستميك ساين دول لايه؟ دول يقولك طبعا ام سي كيو، طبعا ممكن يجوا لكيز، لكن انا ما اجيش اقول لك سمع لي سيستميك افكت. ممكن يجي اي سؤال، ممكن يجي بس هو مش وارد لان هي حاجة للكلينيكال، فهي تيجي في الكيز، فمهم جدا انك تعرفها عشان تجاوب على الكيز. ماشي، ما الكيز ريتن برضو. طيب سؤال بقى الاوتكام بتاع الاكيوت انفلاميشن، ده سؤال خطير. احنا عارفين ان الباثولوجي دايما سؤال الكومبليكيشن ده سؤال ملوش حل، سؤال الكومبليكيشن او الاوتكام واحد خلاص. فسؤال الاوتكام بتاع الاكيوت انفلاميشن ممكن يجي سؤال لوحده، give an account او discuss الاوتكام of الacute inflammation، فهتشرح طبعا الريزوليوشن والسبريد والكرونيك انفلاميشن والسكارينج. ولو جت سيره سكارينج، يعني لو انت هتكتب بقى اللي هي الاوتكم بتاع اكيوت انفلاميشن وجبت سيره سكارينج او جبت سيره فايبروزس، تروح تكتب لي عنها كلمتين من الريبير، ما تكتبش فايبروزس وتسكت. اي كلمه فايبرس تيشو لازم تروح تجيب لي كلمتين عنها من الريبير وما تسيبهاش كده. ماشي، انت كده خلاص المفروض داخل الامتحان مذاكر كله على بعضه، فلازم لما تيجي تكتب مش هقولك اكتب لي بقى الفايبروزس بالتفصيل، لا بس تكتب عنه كلمتين معلش باختصار كده في الستيبس بتاعته من الريبير. طيب التايبس بتاعت الاكيوت انفلاميشن مهمة جدا، ممكن يجي يقولك سؤال ليست التايبس اوف الاكيوت انفلاميشن، فانت هتقسم سابريتيف ونان سابريتيف، والسابريتيف يلوكالايز ديفيوز والنان سابريتيف، وتكتب لي الخمس انواع بتوعهم. وزي ما اتفقنا الهيدنجز العناوين، تعلم بماركر على العناوين عشان تبقى عارف الاكيوت انفلاميشن دي تحتها ايه. الاكيوت انفلاميشن تحتها سابريتيف ونان سابريتيف. طب السابريتيف دول مين؟ لوكالايزد وديفيوز. طب النان سابريتيف دول مين؟ الخمسه بتوعنا اللي هم السيرس والسيروفايب اللي هم السيرس او الفايبرينس والكاتارال والالرجيك والهيموراجيك والحاجات دي وسودوميمبرينس. تبقى عارف السب تايبس مهم قوي، يبقى الهيدنجز دي اهم من الحشو بتاع الباراجراف، اهم حاجه تبقى عارف العناوين اللي عندك. ممكن يجي سؤال عندك ديفاين السابريتيف انفلاميشن، تمام، او جيفن اكاونت على السابريتيف انفلاميشن. طبعا لما اجي اقول لك جيفن اكاونت على السابريتيف انفلاميشن هتكتب لي ديفينيشن ايثيولوجي وميكانيزم اوف باس فورميشن والتايبس اوف السابريتيف انفلاميشن اللي هم لوكالايزد والديفيوز. تمام، وتعمل كمان كومنت او تكتب كمان على الايه، عن الابسس،
يبقى لما اجي اقول لك given account على separative inflammation تكتبها بالتفصيل definition و etiology و mechanism of pus formation وال types بتاعتها localized و diffuse والميكانيزم كمان والابسس كمان تكتب عنه خلاص. لكن ممكن يجي سؤال definition بس لل separative inflammation، فلما يجي سؤال definition تكتب ال definition وال etiology والميكانيزم بتاعها برضو وال types، تكتب كل حاجة عنها لان ال definition بتاعها سطرين بس، فاكتب كل حاجة عنها تمام. ممكن تختصر شوية في الحشو اللي جوه اه، بس تبقى قدامك العناوين دي كلها كاتب تحت كل عنوان فيهم كام سطر. طيب ممكن الميكانيزم او الباثوجينيسيس اوف السابيروتيف انفلاميشن يجي لوحده، ممكن التايبس اوف سابيروتيف انفلاميشن تيجي لوحدها اللي هي لوكالايزد او الديفيوز، يبقى يا اما السابيروتيف بتيجي على بعضها يا اما كل عنوان منها بيجي لوحده. طبعا سؤال الابسس لوحده ده مهم جدا جدا في الراتن، ممكن يجي الابسس لوحده. طب لو جه الابسس لوحده تكتب عنه كل حاجه اللي هو الابسس والمورفولوجي بتاعه والفيت طبعا، بس ما تنساش تكتب حاجه، تكتب ان الابسس اول يعني لما يجيلك سؤال عن الابسس تكتبت على الابسس وكل حاجه، لازم تكتب لي ان هو سابريتيف انفلاميشن وتكتب لي الميكانيزم اوف باس فورميشن اللي هي اصلا في الباراجراف بتاع سابريتيف انفلاميشن، ما تعديش الابسس تكتب اللي تحته وبس، لا ده الابسس لما يجي سؤال هتكتب اللي تحته وهتكتب كمان اللي هو السابريتيف انفلاميشن كديفينيشن واتيولوجي وميكانيزم اوف باس فورميشن تمام، لان الابسس ده سب تايب منها. فلما يجي سؤال اكاونت على الابسس يبقى لازم اتكلم على الكبير بتاعه اللي هو السابيوراتيف انفلاميشن. يبقى الابسس ممكن يجي سؤال على بعضه هكتب معاه السابيوراتيف انفلاميشن، بس طبعا مش هتكتب لي بقى لما تيجي تكتب السابيوراتيف انفلاميشن مع الابسس مش هتكتب لي تايبس لوكالايزد وديفيوز، لا لان الابسس تايب من لوكالايزد وبس، فانت لما تيجي تكتبها مش هتكمل بقى التايبس، لا ده انت هتكتب بس عن الابسس وتكتب عن السابيوراتيف انفلاميشن اللي هو الديفينيشن والايتيولوجي والميكانيزم اوف باس فورميشن تمام. طيب وتكتب طبعا الابسس ان هو تايب منين، من الاكيوت سابيوراتيف انفلاميشن. ممكن يجي سؤال مورفولوجي بس بتاع الابسس، ممكن يجي سؤال لوحده طبعا الفيت اوف الابسس، الفيت بتاع الابسس ده فيري امبورتنت، سؤال خطير يجي كتير جدا الفيت لوحده ممكن يجي سؤال تمام. يبقى الفيت بتاع الابسس سؤال مهم او تكتب بقى الفيت وتكتب معاه الكومبليكيشنز، يعني لما يجي يكتب الفيت بتاع الابسس مش تكتب لي سطرين بس دول، لا الفيت اوف الابسس لازم اكتب معاه الكومبليكيشن بتاعت الابسس كلها من اولها لاخرها. طبعا في وسط الحاجات اللي في وسط الكومبليكيشن دي كلها ممكن تيجي كديفينيشن، يعني ممكن يجي ديفاين الالسر، ديفاين الساينس، ديفاين الفيستيولا تمام. كل واحده منهم تيجي سؤال ديفينيشن، يا اما يجي سؤال الفيت والكومبليكيشن على بعضه. طيب لو نيجي سؤال النون سابوراتيف انفلاميشن، النون سابوراتيف انفلاميشن ممكن يجي سؤال ليست السب تايبس، فانت تقول الخمسه ليست تكتب بس خلاص، وتكتب طبعا جنب كل واحدة كلمة، يعني مش لازم ليست، مش لازم تكتب عناوين وخلاص، يعني ممكن تكتب بس جنب كل واحدة فيهم كلمة خلاص، يعني ممكن تكتب سيروس انفلاميشن ديوتو مثلا ايه انكريز فاسكولار بيرميابيليتي اكزامبل مثلا ليها بلستر او بيرن، يجي مثلا الفايبرينس انفلاميشن تبقى كاتب اه ان هي فايبرينس اه، بس تكتب ان هي بتحصل في السيروس ممبرين وفي فايبرين بيتجمع ما بين الفيسرال والبرايتال لاير اوف سيروس ممبرين زي بلورا وبريكارديوم والكلام ده. يبقى لازم لما يجي عندك سؤال ليست هو مش لازم تكتب عنه كلمتين، بس تبقى مميز لو كتبت كلمتين عن كل حاجه في الليست، كلمه ليست يعني هتقول عناوين بس انت كتبت كلمتين عن كل عنوان فيهم ما حاجه حتى ما كملتش سطر، فهتبقى مميز عن غيرك ماشي. يا ممكن يجي لك يقول لك ليست السب تايبس اوف النون سابيراتيف انفلاميشن، هتقول الخمسه وجنب كل واحده فيهم حاجه. ممكن يجي كل واحد فيهم كديفينيشن لوحده، ديفاين السيروس، ديفاين الفايبرينس، ديفاين كاتارال، ديفاين سودوميمبرينس، ديفاين اليرجيك، ديفاين هيموراجيك، وممكن يجي كمان ديفاين ويز اكزامبل او ليست ويز اكزامبل، يعني ليست تايبس اوف نون سابيراتيف انفلاميشن ويز اكزامبل وان اكزامبل على ايتش، فتكتب له مثلا ان هي سيروس انفلاميشن اكزامبل بيرن، فايبرينس انفلاميشن الاكزامبل بتاعها مثلا اللي هو الفايبرين اكيوميليشن في البلورا او في البريكارديوم تمام، مثلا الكاتارال بتاع الكومن كولد سودوميمبرينس ديفتيريا، الاليرجيك مثلا زي تقول في الالرجي او في الهايبر سنسيتيفيتي
خلاص الهيموراجيك زي فين؟ زي في البنكرياتايتس. يبقى ممكن يجي سؤال ليست ويز اكزامبل، او يجي سؤال جيفن اكاونت عليهم كلهم، او يجي كل واحده فيهم لوحدها ايه سؤال. طيب ممكن يجي لك سؤال، احنا ممكن يجي لك سؤال بس لوحده localized suppurative inflammation، يجي لك كده سؤال على بعضه given account على localized suppurative inflammation. لو جالك سؤال localized suppurative inflammation يبقى انت المفروض تتكلم عن الابسس بالتفصيل ومعاه الكاربانكل والفارانكل، ما تنساهمش. اوعى يجي لك سؤال localized suppurative inflammation وتنسى الكاربانكل والفارانكل، لانهم مكتوبين في الاخر اتنين بس، دول انواع من localized inflammation زيهم زي الابسس بالظبط. يبقى لو جالك سؤال given account على localized suppurative inflammation تكتب الابسس مع الفرنكل والكاربانكل، وبرضو الكلمتين من الاول عن السابريتيف انفلاميشن اللي هو الديفينيشن والايتيولوجي والميكانيزم اوف باس فورميشن، تمام؟ بس اوعى تنسى الفرنكل والكاربانكل لان هما كلمتين صغيرين كده مكتوبين في اخر السابريتيف انفلاميشن ممكن تنساه. طيب ممكن يجيلك سؤال كده صغير given account على ال diffuse suppurative inflammation. لو جالك سؤال given account على ال diffuse فانت برضه تكتب ال suppurative من الاول اللي هي definition و etiology و mechanism، وتيجي عند حتة ال localized دي مش تكتبها، تكتب بس ال paragraph بتاع ال diffuse، تمام؟ طيب ايه تاني؟ ال chemical cells of acute inflammation. طبعا ممكن يجي لك سؤال ليست cells of acute inflammation فتبقى عارف، تبقى عارف ان هم النيوتروفيلز والميكروفيجز والحاجات اللي هي زي الالرجي بيكون فيها ايزانوفيلز، او لو في فيروس بيكون فيه ليمفوسايت وبلازما سيل. ممكن يجي سؤال يقول لك ايه ليست cells of acute inflammation، تمام؟ طيب الكيميكال ميدييتور والريجليتورز اوف انفلاميشن اتفقنا ان هم ايه، ان هما للام سي كيو. دكتور سليمان قال لكم ان هما للام سي كيو على حد علمي في المحاضره، يعني ان هما دول هيجوا ام سي كيو. بس المهم ان انت لازم تعرف كل واحد فيهم بيعمل ايه، تعرف الهيستامين فازو دايريتور، ما اعرفش السيروتونين فازو كونستريكشن في الكلوتينج، مش عارفه البروستاجلاند المسؤول عن الفيفر والبين والفازو دايلاتيشن، الانتي انفلاماتوري اللي هما اللايبوكسنز، مش عارفه النيتريك اوكسيد فازو دايليتور. تبقى عارف كل واحد فيهم بيعمل ايه بالظبط عشان لما يلعب معاك في الام سي كيو فيهم تبقى انت عارف. خلاص الكرونيك انفلاميشن ممكن يجي لك سؤال ديفاين الكرونيك انفلاميشن، ممكن زي ما قلنا من الاول كومبير ما بين الاكيوت والكرونيك انفلاميشن. ممكن يجي يقول لك ايه وات از ذا كونديشن او ليست الكونديشن ان ويتش الكرونيك انفلاميشن اوكير، فتبقى عارف الثلاثه كونديشن هو بيرسيستنت انفلاميشن او اكسبوجر لتوكسيك ايجنت او اللي هو ليه او الاميون، اللي هما الثلاثه اللي عندك في الكتاب. ممكن يجي يقول لك list او discuss the features of chronic inflammation، يجي سؤال لوحده، تمام؟ طيب ممكن يجي سؤال برضو given account على rule of macrophage of chronic inflammation او rule of lymphocytes of chronic inflammation او the other cells اللي هم الايزانوفيل والماست سيل والنيوتروفيل، او يجي سؤال اصلا كله على بعضه يقول لك list cells of chronic inflammation، فتقولهم بقى كلهم على بعض اللي هم الميكروفيجز والليمفوسايتس والايزانوفيلز والماست سيلز، تمام، والنيوتروفيلز في الاكيوت اون توب اوف كرونيك، تمام. طيب يبقى انت لازم تبقى عارف السيلز دي بالتفصيل وكل واحده فيهم مسؤوله عن ايه. الايزانوفيل بتاعه الالرجي، الماست سيل برضو بتاعه الايه بتاعه الالرجي، اللي تبقى عارف مش عارفه ان الليمفوسايتس دي مسؤوله عن ايه، ان الماكروفاج دي مسؤوله عن ايه، لان هو ممكن، لكن لان سؤال الرول اوف ماكروفاج في الكرونيك انفلاميشن ده مهم جدا، ممكن يجي اصلا سؤال لوحده، تمام. يبقى الكرونيك انفلاميشن هيجي لك يا اما ديفينيشن يا اما هيجي لك اللي هي الكونديشنز اللي فيها الكرونيك انفلاميشن بتحصل، يا اما يجي سؤال على السيلز بتاعت الاكيوت بتاعت سوري بتاعت الكرونيك انفلاميشن. ممكن يجي لك سؤال التايبس اوف كرونيك انفلاميشن ايه، تكتب له طبعا انا سبيسيفيك والجرانيولوميتس. الجرانيولوما دي بقى سؤال مهم جدا، سؤال خطير، تيجي سؤال لوحدها جيفن اكاونت على الجرانيولوما، تكتب كل الكلام اللي تحتها ده كله خلاص، اللي هي الديفينيشنز بتاعتها ان هي تايب اوف كرونيك انفلاميشن. طبعا الاول تكتب الديفينيشن بتاعتها والتايبس والميكانيزم اوف فورميشن والكلام ده. ممكن يجي سؤال واحد يقول لك types of granuloma، تكتب اخر paragraph اللي هي الانفكشس والفورين بادي والجرانيولوما of unknown etiology، تمام.
يعني ممكن الجرانيولوما تيجي على بعضها، او ممكن يجي ميكانيزم اوف فورميشن، او ممكن يجي سؤال التايبس. كل حاجه فيهم ممكن تيجي لوحدها، يا اما الجرانيولوما تيجي على بعضها، ممكن يجي سؤال اصلا ديفينيشن وخلاص، ممكن يجي سؤال مهم جدا least ال types of ال least cells of الجرانيولوما. فتبقى عارف ان السيلز اوف جرانيولوما عباره عن ميكروفيجز، ايبيثيليويد سيلز، والجاينت سيلز، وايه تاني، والليمفوسايتس، وساعات بتبقى surrounded by fibrosis، وفي بعض الجرانيولوما بتبقى نيكروتايزنج، وفي السنتر بتاعها بيكون فيه ايه سنترال نيكروزس، وبعضهم لا ما بيبقوش نيكروتايزنج. تمام كده، يبقى سؤال الجرانيولوما ده سؤال مهم جدا جدا جدا. طيب اما نيجي بقى نشوف الكيزس اللي انا كنت حطاها في بوست من شوية، ازاي نحل الكيز. مهما كانت طول ما انت مذاكر النظري هتحلها، اهم حاجة بس ان انت تاخد بالك من الكيورد اللي موجودة في الكيس. مفيش كلمة في الكيس احنا كاتبينها بنتسلى بيها، كل كلمة بتبقى مكتوبة مقصودة من اول السن والسكس بتاع البيشنت لغاية اعظم كلمة في الكيس. مفيش حاجة بتبقى جاية ايه كده يعني كاتبينها كده بندردش معاك، لا بتبقى كل حاجة ليها معنى في الكيس، فما تفوتهاش. اول واحدة فيهم الكيس اللي مكتوب جنبها رقم 5، كان مكتوب ايه؟ 35 years old man has increasing، كان مكتوب ان هو 35 years old man has increasing dyspnea for 24 hour. تمام، عملوا له chest x-ray اللي هو chest radiograph، ده لقوا عنده ايه bilateral pleural effusion. تمام، سحبوا، عملوا حاجة اسمها سوراكوسنتيزيس. يعني ايه سوراكوسنتيزيس؟ يعني سحبوا عينة من البلورال، من البلورال افيوجن اللي عنده ده، لقوها كلاودي، لقوها عينه متكدره مغيمه كده خلاص. طيب عملوا لها سيتولوجيك اكزامينيشن، حللوها، لقوا فيها نيوتروفيلز بس ما فيهاش ليمفوسايتس ولا ار بي سيز. فعايزين نعرف دلوقتي ايه نوع الانفلاميشن اللي حصلت. ده واحد عنده ديزنيا ويعني عنده ضيق في النفس، وبعد كده عملوا له شيست اكس راي، لقوا الاتنين بلورا بتوعه مجمعين ميه، خدوا ميه من البلورا وحللوها عشان يعرفوا فيها ايه، لقوا ان فيها نيتروفيلز. تمام، بس ما فيهاش ولا ليمفوسايتس ولا ار بي سيز، فمعنى كده ان الانفلاميشن هنا ايه اكيوت. طب الاكيوت انفلاميشن اللي بيجمع ده لقوا فيه اكيوت انفلاميشن صح، مجمع ميه في البلورا، لقوا فيها فلويد خلاص، كلاودي يلوش فلويد. يبقى التايب اوف انفلاميشن ده بنسميه ايه؟ بنسميه اكيوت انفلاميشن. المفروض ان هي تبقى ايه لو السويلنج ده مدام هو او مدام الفلويد ده مفهوش باس سيلز، يبقى هي على طول مالها، يبقى هي مش سابيرتيف، يبقى دي نون سابيرتيف انفلاميشن، فايبرينس انفلاميشن. تمام، طيب ممكن بيقولك What is the possible cause of the pleural fluid accumulation؟ ايه السبب ان اللي خلى fluid accumulated في الـ inflammation دي؟ هنقول ان السبب بتاعها increase the vascular permeability. طيب ايه الـ fate of this condition؟ طبعا الـ fate بتاع الـ fibrinous inflammation في البلورا حاجة من الاتنين، يا اما resolution تخف خالص، يا اما تتحول لإيه، يحصل organization للفايبرين ويحصل سكارينج في البلورال كافيتي ده صح، في الفيت اللي مكتوب عندكم في الكتاب. طب ايه الميكروسكوبيك؟ اتفقنا ان الفايبرينس انفلاميشن عبارة عن ايه، ايزينوفيليك ماتيريال. طيب المهم بقى الكيس دي اما تيجوا تحلوها، بس حلوها على هذا الاساس اللي احنا قلنا عليه، بس شيلوا كلمة كلاودي يلوش فلويد وخلوها سيروس فلويد خلاص ماشي، لان الكلاودي يلوش فلويد دي تروح بينا ناحيه الباس، وهو اصلا مش كاتب في الكيز ان فيها باس، فاحنا هنشيل الكلاودي يلوش فلويد دي ونحط بدلها ان هو بس سيرس ايه سيرس فلويد، وانا هعدلها في الكيز. طيب الكيز اللي وراها اللي هي رقم 21 مكتوب ايه، 95 year old woman touch a pot of boiling water within 2 hours she has marked erythema of the skin of fingers of her hand and small plaster appear على الفينجر. This had
led to which of the following inflammatory response. واحدة مسكت بتاع سخن فعمل لها بلاستر، ايه نوع الانفلاميشن هنا؟ طبعا نوع الانفلاميشن هنا ايه؟ serous inflammation. تمام، ممكن يجي يقول لك what is the type of this inflammation، هتقول ان هي acute non suppurative inflammation. يجي سؤال بقى كده يقول لك list other subtypes، تقول له بقى اللي هم مين، الفايبرينس والسودوميمبرينس والالرجيك والهيموراجيك والكلام ده. تمام، طيب الكيس اللي مكتوب جنبها رقم 24. 87 year old woman has had a cough productive of yellowish sputum for past 2 days. عملوا لها examination لقوها سخنة، حرارتها 37. عملوا لها chest x-ray لقوا في bilateral patchy infiltrate، لقوا في infiltrate في الاثنين لونج. طيب لقوا عندها اللوكوسايتس عالية قوي، خلاص بريفرال لوكوسايتوزس، لقوا اللوكوسايتس عالية، كرات الدم البيض عالية. خلاص بعد شوية، بعد أسبوع بقت افي برايل، يعني ايه افي برايل؟ يعني خلاص ما بقتش سخنة. خلاص يبقى هي فضلت سخنة شوية وكانت عمالة تكح صديد، وبعد أسبوع لأ خفت ما بقتش سخنة، يبقى كان عندها ايه؟ بقت ايه اللي حصل؟ الست دي كان عندها acute inflammation، والacute inflammation هيل بايه او ايه الاوتكم بتاعها؟ طبعا resolution. مش من الاوتكم بتاع الacute inflammation انها يحصل لها resolution، خلاص مادام هي كانت حالتها متأندلة ومتنيلة بستين نيلة وبعدها بأسبوع بقت افبرايل يعني خفت، يبقى الفيت ان هو على طول ايه؟ resolution. خلاص ممكن يجي يقولك mention او list the other complication، تقول له بقى ال spread او chronic او scarring والحاجات دي. تمام، طيب الكيس اللي مكتوب جنبها رقم 28 اللي هي 37 year old woman has had a mid epigastric pain. واحدة كان عندها ايه؟ وجع في فم المعدة، كان الوجع ده من 3 شهور دلوقتي خلاص. بعد كده دلوقتي جم عملوا لها منظار ابر جي اي تي اندوسكوبي، عملوا لها منظار لقوا فيه ايه في الاستومك؟ لقوا فيه ألسر، لقوا فيه ألسر عند الجاستريك انترم. بعد كده عملوا مايكروسكوبيك اكزامينيشن من الألسر ده، لقوا فيه ايه؟ لقوا فيه انجيوجينيسيس، ولقوا فيه فايبروزيس، ولقوا فيه مونونيوكليير سيل انفلتريت، ولقوا فيه ليمفوسايتس، ولقوا فيه ماكروفاجس وبلازما سيلز، يعني ألسر ألسر وفيه جرانيوليشن تيشو. طيب يبقى ايه اللي حصل ده كله؟ اللي هو الانجيوجينيسيس مع الفايبروزيس مع المونونيوكليير سيل انفلتريت وماكروفاج والكلام ده، ده عبارة عن ايه؟ جرانيوليشن تيشو. يعني كده الموضوع خلاص بقى كرونيك، لان هو اصلا كده كده كان بقاله 3 شهور، يعني الالسر ده بقاله 3 شهور، فدلوقتي هو مش اكيوت، دلوقتي بقى كرونيك وفي جرانيوليشن ايه؟ تيشو. يبقى الدايجنوزس هنا ايه؟ ان احنا عندنا كرونيك جاستريك ألسر او كرونيك بيبتيك ألسر، لان دي حاجة بقالها 3 شهور. خلاص طيب ممكن يجي سؤال يقول لك خلصنا خلاص الدايجنوزس وعرفنا ان هو جاستريك ألسر وبقى كرونيك، وعرفنا ايه ان هو كرونيك؟ الانفلاماتوري سيلز اللي موجودة كلها كرونيك مع وجود الانجيوجينيسيس والفايبروزيس. ممكن يجي سؤال يقول ايه هو بقى الميكانيزم اوف الانجيوجينيسيس؟ خلاص احنا حلينا الكيس وخلصنا منها، جاب لك بقى سؤال نظري وات از ذا ميكانيزم اوف انجيوجينيسيس، تكتب بقى اللي عندك في الكتاب كله اللي تبع مين الريبير اللي احنا لسه هنراجعه الاسبوع اللي جاي. طيب الكيس اللي وراها واحد بيقول ايه 1 مانث افتر ابندكتومي، شهر بعد ما واحد شال الزايده، لقوا ايه؟ هو عنده 25 years old woman، لقوا عندها small nodule under the skin عند السايت بتاع الانسيجن. يبقى هي كانت واحدة عندها 25 سنة، عملت عملية الزايدة، بعد ما عملت عملية الزايدة لقوا نجول تحت الجرح بتاع الزايدة، نجول تحت السكين بتاع الجرح بتاع الزايدة، شالوا النجول دي عشان يحللوها، لقوا ايه في النجول دي؟ لقوا فيها ميكروفيجس وكولاجين وليمفوسايتس ومالتي نيوكليتد جاينت سيل، وفي نص النجول فيها حاجة اسمها ريفراكتايل ماتيريال. ايه ريفراكتايل ماتيريال دي؟ هنشوف. تفتكروا ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ ايه الدايجنوزيس بتاعك للنجول دي؟ نجول فيها ماكروفيج وكولاجين وليمفوسايتس ومالتي نيوكليتد جاينت سيل، يبقى ايه النجول دي؟ يبقى النجول دي طبعا جرانيلوما، كلمه جاينت سيل على طول تبقى جرانيلوما، اول ما تسمع كلمه جاينت سيل تبقى عارف ان الكونديشن مالها، الكونديشن جرانيلوما. طيب هي جرانيلوما، طيب ايه سببها بقى الجرانيلوما دي؟ ايه اللي خلى جرانيلوما يعني واحده خلاص عملت عمليه الزايده وقفلت والجرح، ايه اللي طلع جرانيلوما مكان الجرح؟ نرجع كده في الكيز نلاقي مكتوب ان كان في ريفراكتايل ماتيريال في وسط النجول. ايه الريفراكتايل ماتيريال دي؟ تفتكروا غرزه،
الجراح ساب غرزة فورين بادي. الفورين بادي ده فاضل عامل حواليه ايه؟ عامل حواليه الجرانيلوما. يبقى ايه التايب بتاعت الجرانيلوما دي؟ فورين بادي جرانيلوم، خلاص غرزة نسيها او غرزة التهبت وعملت حواليها ايه؟ جرانيلوماتس رياكشن. ممكن يجي سؤال بقى في اي سؤال في الجرانيلوما، ايه other types of الجرانيلوما؟ خلاص احنا قلنا اللي هما التايبس بقى انفكتيف والنون انفكتيف ومش عارفه اللي هي الايه التايبس بتاعت. ممكن يجي لك سؤال ايه الميكانيزم اوف الفورميشن اوف الجرانيلوما، تكتب بقى الميكانيزم ان الميكروفيجز بتنجلف الباثوجين ده وبتعمل بريزنتيشن لانتيجين، فبتعمل ستيميوليشن للتي سيل، بتطلع سيتوكاين اللي بتاكتيفيت مش عارفه الميكروفيج انها تطلع التيومر نيكروزيس فاكتور اللي بيعمل مور اكتيفيشن للميكروفيج، بتتحول لجاين للابيثيليويد والابيثيليويد تتحول لجاين سيل وهكذا. تكتب الميكانيزم اللي عندك في الكتاب في التفصيل. يبقى دلوقتي احنا عرفنا ايه هي الاسئله المهمه في الانفلاميشن، طبعا احنا عمرنا ما هنسيب فيها حاجه، لكن بس احنا عرفنا ايه الباراجراف مثلا اللي يجي فيه كيز، الباراجراف اللي فيه يجي فيه ديفينيشن، الايه اللي يجي فيه كومبير، لكن عمر ابدا ما هقول لك ان في حاجه منهم عمر ايه ما يجيش فيها سؤال، ده كلام فارغ. اما اقول لك ذاكر دي كاتيجوري واحد ودي كاتيجوري خمسة، لا ده يبقى ده كلام فارغ، لان انت الاسئله بتيجي في الامتحان من اي حاجه، وانت لما تحل في سؤال محدش عارفه او في سؤال مش كومن بالنسبه للمصحح احسن ما تكتب حلو قوي في سؤال كومن، لان السؤال الكومن كل الناس كاتباه حلو، كل الناس كاتباه جميل، كل الناس عامله حسابها ان السؤال ده جاي في الامتحان فكاتباه كويس. لكن لما سؤالي بقى انكومن شويه ومحدش كاتب فيه خالص، بس عشان انت اللي مذاكر كل الكتاب كتبت فيه، فانت هتبقى مميز. فنتعود ما نسيبش كلمه في الكتاب، تمام؟ بس كده كده انا خلصت مراجعة الانفلاميشن. الاسبوع الجاي بقى ياريت تلتزموا بالجدول بتاع المراجعة، وهنزل برضو الكراش كورس بتاع الميدير في نص الاسبوع كده، ما تكونوا انتوا مشيتوا شوية في مراجعة الاسبوع الجاي بإذن الله. تصبحوا على خير.